معكم كمال ممثل ساكنه ديال الهجاجمه. واللي ما كيعرفش الهجاجمه هي واحد المنطقه كاينه في قلب عمل الدار البيضاء اونفا ما بين شارع نيس وشارع بورغون، يعني في قلب كازا. هاد الناس هادو عندهم اراضي ديالهم، كانوا عندهم الديور ديالهم، ريبتهم السلطه في اعاده في المشروع الملكي ديال اعاده ايواء دور الصفيح، حيدت الناس، حيدت الكرايه وريبت الديور ديالنا، حتى هما معاهم رابو مع وعد ديال السلطه انهم غادي يعاونونا باش نسويو الوضعيه باش نحفظوا الملك ديالنا. غير رابو الديور السلطه ما بقاتش كتجاوب معنا، وطحنا في مافيا العقار، وكنتفاجئوا دابا ان واحد 3400 متر كتمشي لنا من الارض ديالنا، كياخذها واحد السيد ما كنعرفوش منين جا، خلقوا واحد شركه فلاحيه في 2012 2013، غتشري ديك 3400 متر ما عرفلاش ما عند من شراتها، عقد ما كيحترمش شروط العقود، ما عنده اصل الملك، ما عنده والو، ما مدونين والو، فلان باع لهاد الشركه وزاد مع الطريق، من بعد سنه الشركه كتبيع لهاد السيد. العقود فيها تدليل. تخيل معايا ان ثلاثه الكتارات في عين الدياب 30000 متر بالاضافه ل 3400 متر في ارضنا تباعت ب 70 مليون، واللي ما كيعرفش يحسب 21 درهم للمترو. دابا رسالتنا للعامل صاحب الجلاله، طبق القانون. حنا كنطبق القانون، الشهاده الاداريه راه حق دستوري، لكل مواطن من حقه يطلب الشهاده الاداريه والسلطه تجاوبه. الاشاره اللي ما كيعرفش الشهاده الاداريه هي واحد الشهاده تنفي الصبغه الجماعيه، يعني بطريقه اخرى كان بطريقه اخرى هذا العقار واش كيندرج في املاك الدوله ولا لا. حنا كنسولوا السلطه واش هذا العقار ديالكم ولا ماشي ديالكم، الا ديالهم يعطيونا ما يفيد، الا ماشي ديالهم خصهم يعطيونا الشهاده الاداريه. السلطه العامل صاحب الجلاله تبريرات ديال المقاطعه وديال القائد ان عندهم رساله من العامل كيحبس الشواهد الاداريه وماشي من حقه، لان حنا كنتسناو يجاوبنا كتابه، بغى يقول لنا من حقنا يعطيها لنا، ماشي من حقنا يجاوبنا كتابه. علاش؟ هادشي اللي كنطالبوا باش ما يدخلش في الشطط في استعمال السلطه. حنا راه ما بقاتش عندنا الثقه في المسؤولين. المحافظه عالم اخر، محافظه دخلوا لي دخلوا لي هو عطاو داروا لي مطلب ما عنده لا شهاده اداريه لا والو، وتا العقد ديالو ما فيش ادنى شروط العقود ودخلوه، وحنايا عطاونا شهاده اداريه في الاول وفي الاخر قالوا لنا المحافظ لا ما ناخذش بها، قال لك النموذج اخر. تخيل معايا ان المحافظه قال لك ما نقبلوش هذه الشهاده، والعماله كتقول لك هذه الشهاده هي اللي كاينه. حنا راه في جوج دولات، ما بقاش عندنا الثقه. الثقه عندنا في واحد دابا في هذه البلاد من بعد الله سبحانه وتعالى، عندنا الثقه في محمد السادس. عاش الملك. رسالتنا الملك البلاد، عاهل البلاد، هادو راه الشعب ديالك، هادو الشعب ديالك حقهم كيمشي ليهم، راه كيمشي ليهم حقهم. حنا راه ناس كبار، حنا في دوله الحق. حنا ملي كنجلسوا مع المسؤول في البيرو كنحسوا به كاينه شي سلطه من الفوق كتضغط عليه ما باغيش يحل معنا الاشكال. حنا 70 عائله تقريبا 70 عائله اللي كاينه. حنا عندنا الوثائق اللي كتثبت بان هذا الملك ديالنا، عندنا جميع ما يثبت، عندنا العقود العدليه، عندنا 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 الضريبه اللي كنا كنخلصوا، عندنا الكونسوماسيون ديال الماء والضوء، عندنا الشهاده الاداريه كاع راه خديناها. شنا واحد بعض الناس اللي خداو الشواهد الاداريه. كنصطدموا حنا المشكل، كنصطدموا بالمحافظ كيدخل هذا اللي ما عنده حتى شي عقد، ما عنده حتى شي ما يثبت، حتى العقد اللي شرى به هذيك الارض عامر بالتدليس، مليء بالاغلاط وبالاخطاء وبالتحايل يعني ياخذ واحد الانسان قانوني يقرا يطالع على ذاك العقد يلقاه كله تدليس، كله تدليس. اللي دار هذا اللي صوب العقد هذا خصو يتعاقب بعدا اولا، خصو يتعاقب قانونيا. هذا المشكل بدا عندنا من 2015، من 2014 اللي جينا، من 2014 وحنا كنجريو في هذا الدوسي ديالنا باش نثبتوا الحق ديالنا. حنا مشينا سيدنا قال لك لا هادو مدن الصفيح، لا غتخرجوا من هنايا باش تحيدوا مدن الصفيح. حنا مع العلم حنا ماشي من مدن الصفيح، حنا راه ملاك، حنا عندنا عقارات ديالنا مبنيه تساوينا مع مدن الصفيح، تساوينا معاهم. حنايا لبينا الرغبه ديال سيدنا الله ينصرو، لبينا الرغبه، درنا باننا الا كيت حنا ما خرجناش حتى خدينا وعود. كيقولوا لك بان الا خرجتي من هنا غادي تاخذ، غادي نسول لك الوضعيه الاداريه ديال هذه الارض ديالك، غادي تمشي للمحافظه. كنصطادوا بان المحافظ تيقول لك لا انا ما تنقبلش بهذوك الشواهد، انا ماشي شغلي فيهم انا. دابا الاداره كتقول لنا لا من حقكم تحافظوا، عندكم العقود سيروا حافظوا، شكون غيمنعكم؟ والمحافظ تيقول لك لا ما غتحفظش حتى تجيب لي الشهاده الاداريه يكون تكون حقيقيه، ما تكونش شهاده اداريه اللي ما فيهاش البنود اللي كاينه دابا. مع من سنصطدموا دابا حنا؟ مع من غادي، مع من غادي، شكون غادي يرجع الحق ديالنا؟ الله ينصرو.